إن أنا جو أهمامكِ دقمة بورمة يا مامكِ قبل كعود البحر وقعمها السنة إن الناس ورتج شيء وضه لامي أه أو وضه عن قوة ضين النقرة يسه لب كيلومتر يا بعد أنت تلاقي الكويم كي هاي ما أنت وحى عن استسارني إلا قياس شم بقول أو مترة أي شيء جي ووينا يكير يراب الله يسكت دبالي بريتنا شم بقول أكله أي هل كيلومتر بكون دمان دونا سيدا إن معلومة هتضم بيكو في جنا كيلومتر كلا مساري دونا لب كيلومتر ما كيسكت بحسمان هذانا هل كان بلقى قادي دونا إلا يو دوحن قرقابيد دوحن عمود تجا وضدا لام يجا عمود أي أفك الله ساري دونا وحن قوتنا قياستي 7 كيلومتر يمكن دو 2 كيلومتر يبدو أنه بنا إنه 7 بقول كتر سن دون تود دمبه يين كلا استيميشن كي هذا ولي مسوبنا لكن وحي وضدا إني أفك سارة ساعة وضدا سيرها يو وضدا إسكو حري ساعة معدة وضدا ذا لام يجا أو قياستي 7 كيلومتر يمكن دو آه أي الناس ورتقش وضدا إني لما ودوين كي أنسمين كلنا دوم يكدون تاي وضدا وحوي أن مركي هري إن تاجر ذو قوي وحنا سيسي مرتا يوسيد أو داي سومر سي لما كيلومتر أو تضم متر وحنا كدرني مركان أجنبي وضدا إني من رول كي تاي أو أين كوف الآن إن تضم ذا متر وحنا كدرني سدح متر أو أه سدح ذا كيلومتر سعونية وحنا قلت لك لأن ده حذنا إني نقطه مال بنان أو بيتويد اللي صارته مركي مجال ذا كسر دماته حقا دحتال كوكير بحيا وضدا يرانيسا مركي مجال ذا سيجا شنا هل متر أو ده ذا أو بيتويد يجده لقى بيري يرانيسا وحنا قرصا وضدا دي وضلا السمايس ومال لأن إنت عينه ما أنت ودوين كسر ذا وضدا دي وقرح ذا بدنيد وقويني أي نقرصا إن هيستوري سمال لأن إنت ما أنت طيب وضد 8 متر أو لامية ووضد يقول رسالة صورتك إيش إني سامي سنتو حتى كوا إسكو حلايا هالنقطة مجالوينك وضد مجالوينك إسكو حلايا وتضرب متر وضد أقول بدن وضد إنه وثمان متر مجال ده حد إذا لبه حد بنو قط الله قالني حد كيبا إسكو دافن لبا بابور إنت أنا وحويا وحقبتك ما ملك عصب ما ركت دقمة بورمة يو فكرك عصب إذا ليت عف ما تقبتي أي كسو كرديا وحقبت يدا دقمة كسعدة إن تدوينها يجينا الدلال كودا كنت بيشم بي سعودان وحندوني إن تدوينه إن أي وحقبت كان مانتا يعني السعودة أي بورا ما كسعوداي وحويا سنة كان جدي سنة وح نوقر شيء سنة وده هرجيزة كتي ما ده نختار كهر مرتا أي لا جوريا مرتا ده تكتي يدنا لبك كيلومتر لا لبك كيلومتر بركة لنا إن تلاي أما بيش السديدات هذا يوجد أم بيصو إن شاء الله إن الناس ورتقشوا شق علينا وده ده هل كان تعدها لامي جمره هل كيلومتر بنا نوقر شيء سنة سلبيشن شون أما تلاي إسنا إنا نكفرينه وحقبت كإنت عليك ما دام أنو كفكرينه وحن ندوينها ما أنت هل كان كيف هذه السنة ما دام حقي دولة ده صح عشورة وحن ندوينا لبها ب نوع عوين كرتان ك ما د دوينا هن كو عشورة اللي دن كله دن كوا جبتها أو أدمارك تا د دجسان عشورة ما دام أض حقيقة ستين وأضر كيسان إن بقول كي باللحظة إن كبدنا عشورة كسر نقولي سد دوينا دوينا وحلاقة ربا إن أي نقطان good taxpayers عشر بحيال في عن البابان اللي قفروا أبات هذا ورا الباب كله إذا كفروا يوانيك عشر ديت كأنك اللي قفروا لكن نيك عشر بحيها وناكسن الباب ما سو قاعدين اللي قفروا وحن دونينا إن عشر تصف في عن أضو بحسان هدي عشر اللي بحيوا يو وحقبت مشريو وحقبت كورد نوح كي من أي عشر لبو إن لهانشيه أضمو جسان وضدا أوت contribution ك لين كدونينا أضو كدر سلطان يعميه إن يجمعها مملكين وإسكاش هذا أم بامارك تاوح لغو قاري كرا حق حق الشادة كلا إيو انتي الميلة وحيدين كيكيني كرنا وليدين كيكينينا وحيان وحيد كاقادنا وحنو ديارنا لنا وحيدين كلا سعيلنا إذن إينا نلا حساب تنتين بأن ندونينا وحان لانا هاي مروة البا بلشادة انديهنا دو حوار كيسا مال مانتا لانا وحان لغو ندونينا وحاوي إنا هاد contribution كي ديار لسا نغطان ميل والبا أوف لغا تمانا يو هادين contribution تيرينا ده واحد نقطة إسرائيل وحي ملا أول يوم نقطة واحد أنا لا هاي الدولة كو ساك وح فري برا سابكو ثابر كي أقول قيمة بدنا إير لوفرو قال يا شدي جنك إن يدو يدنا عن إن حد قال لك سوي شري هل كي لودي سي فيس كي كويت بقول يتو إن يو كنتم بري هل كي لقدر سي يدك الدنيا تا يدك إن كجرا بري هالدولة dadku ku jira guriyo loo dhisay iyaduna waxa weeyaan Google waad arkaysan maanta iyaduna wadadii ugu weynayd ee jirki wadnaha ayaanu maanta
لدغيا دامكي او ادر كسان قروخ اي لهدahay واد اوغتينا سدا سدا ابشير شيغي سيسيت waxaa lagu bixiyay waa lagu sisiban jiray inta qof ay ku jabtay ciidaas ka badan maan dambe jabay maysan maarin dambe qof sisibta ku jabay le sheegi maayo laakiin arinta meesha taala waxa ay lacagta qaaraanka ah ee waajibkaydu ku ah inaad wadanka wax ugu qabataan inaad bixisan baa leedii ka baahan yahay cid kasto oo wadada ku soo jeeda ama wadada hormareyso laba mitir ayaa waajib ku ah inay soo ilaam soo dhigaan ama sibir ha soo dhigaan ama dhagax balaaran ha soo dhigaan ama marmar aan lagu jabeen ha soo dhigaan laakiin waxa weey qof walba waxa laga rabaa gurigiisa laba mitir inuu soo dhiso waxa kale oo sheegayna dadka guriyaha dhistay ama dhisan doona geedka lagu hor beerayo guriga yaanu laba mitir ka soo hormari laba mitir yaanu ka soo hormari waxa kale oo iyaduna maanta fariin ah oo aan halka ka gudbinayna wadoo gudina ma loo dhagax baanu bilownay inaan ka horno guriyaha anaga guriyaha aan leenahay kuma aan dhisinay dad badan baa runtii ka hadlay oo si khaldan ugu hadlay waxaan idiin sheegaynaa meesha aan ugu tala galnay waa horumarka soo kale weyn ninka gurigiisa dhamaystirmay war jajabka yare ka soo hadhay hadii aanu ummada wax ugu qabanno ma dambi baa taas aanu doonaynaa inaan ka hor qaadno bilicda magaalada waxbay ka taraysaa horumarkii degmadan waxbay ka taraysaa dareenishka lagu sameynaya xabaala hadaan ku dunida lagu dhisaya aakhirana xasanad bay idin noqonaysaa laakiin qofka xasanadka ka hadlay ilaahay soo hanuuniyan leeyahay maanta waa farxadii ugu weynaa runtii intaas oo mashruuc oo degmadii buurama ka socda cid kasta oo danaynaysa haday dibad iyo gudeyo tahayba waxa weey maanta farxad bay u tahay runtii waxaan jecelnahay oo doonaya halka inaan fariin uga mariyo war dadka qurbaha ee siyaasadda iyo arrimaha khaldan ku bixinaya dhaqaalaanka iyo lacagaha haws oo diraan wadanka si horumarkiisa looga qayb qaato siyaasadda inaga daa halka naga dhiga waqtiyadaana horumar soo wadin ay nagu daalinina waxaan leeyahay wadanka aynu u wada guntano sidii aynu horumarkiisa uga qayb qaadan lahayn waxaan rajaynayaa imika tii sheekh cali baa ku xigi doonta tii dhaqtarka hormaraysay ilaa ina seeraha ku xigi doonta mid waanu soo dhamaystirnay mid waa talaada farax laga qaadayo horumarkii ina cashuurtii la idinka qaadi jiray oo loon jiray cashuur uma naga qaada albaabun bay nagala baxaan maanta albaabka waxaan u soo saarayna waa ka waa ka waa arkaysaa garoonkiina waxa idin ballan qaaday khudbadii ugu horeysay barasa ku bixiyay waxa ahayd garoonkiina inuu idin dhismi doono wasiirkii iyo cid walba ka hadleen uu dhammaystirmaya garoonkaas waxa kaloo ku xiga istaadiyumkeenii weynaa isaguna socda maanta horumar ka weyni ma jiro maanta degmada boorama ka socda waa alxamdulilah oo wax ilaahay loogu mahadnaqo laakiin waxa weeye haddaynu dareemi weyno oo beri aynu aragno nin halka god ka qoodaya ama nin gaadhi halka kaga banjaro oo sibirka daloolinaya oo aynu ka hadli weyno waa mushkilad qashinka soo guriga laga soo qaado halkan la soo dhigayaa waa xaaraan weyn guryaha ku soo jeeda laamiga ee biyaha saabuunta leh ku shubaya laamiga taasuna waa dhibaato labaad weyn ganaax baa la soo jeedin doonaa hadduu ilaahay idhaahdo qofka lagu arko inuu biyo saabuun la ku shubay laamiga in la ganaaxi doono qof walba waxaa la doonayaa meel ku filan inuu biyaha ku kaydiyo waqtigeedana laga qaado qashinka sidoo kale guryaha qabyada ee laamiga ku soo jeeda war waajibkii wadnaha la dhammaystiran leenahay ha la dhammaystiro ha la dhiso guryaheena geedaheena waad arkaysaan halkay falaawar ka bixin lahaayeen waxa falaawar inoo noqday boco baca falaawar inoo noqday taasina waa mid inaguna mashaariic u raadin aynu maanaj garan karno war qof walba bacda oo jaadka yare ilaahay inagu tixaamay ku cunay hadduu duubo ha gubo ha la gubo bacaha geedihii waad arkaysa ugu dulduuban yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha gobolka cabdo axmed aayir si aa isaguna kelmadiisa mahadnaqa halkan uga yidhaahdo runtii aad iyo aad baan bulshada meesha ku sugan oo dhan u salaamayaa waa xaqiiqa in meyrku sidaa uu sheegay haddeer baan kula kaftamay waxaan ku yidhi markaan waddada arkay quruxdeeda ballaceeda dheerarkeeda aan intaba soo maray waxaan maanta waxay idiin tahay farxad gaar runtii farxad gaara bay idiin tahay sababtuna ay tahay waxa ay dareemayaa wixii loo doortay ee ay dadka ay bulshadu u dooratay ee ay u siiyeen codkoodii ee ay ku ballanqaadeen in ay muujiyeen oo ballanqaadkii ay ka soo baxeen waxay u noqonaysaa farxad runtii waajibkii iyo xilkii ay dadku u egmadeen dargutay oo waajibkii ka soo baxay ayay noqonayaan marka waxaan leeyahay
غربچو که بیشتر ریز آوردن، آن کمی او باقیا، چنین که قیب قاتا، خورومرک یه دیو بیشک، مگالوی کوده، قبل کوده، دکمه‌ی پورم، بحالهای سیاست دو، واقعار حبا مدرست، لکن وحدت که خورومریه، وحینو مانت اوباهنا، ادبتا، ریز آورد اوباهی، وحوحون وودوين كأوح كنت باهي وودوين بالغما قبل الله يا دقموين كمجاروين كوما كلا سحون كرتي ودول بوري ليا حد بوا وحن أران لها واركو جرب جرا بل يره هي جروة أو قليه دجان كا أو بشدة دي أي صاد دورتي أو ديار وعينة بيشتو أو ديار وعينة كنت هملاه ده كا مير دليا أيام ما أنت عاد هاي ستان وحن ليا لقبت وعاد هاي ستان دولة ديار رؤى إن أي أديكتو أديك برشدو أباهنا أي كسورة جلسو قبرك عودة سيدنا بقى كسورة جلسو وعاد ركتان هدي عاد ركتان وضدي دلاء يود حيسي بورما إن يربا وحده كنتي إن تانا وحنا سوينا سو نخش هذا مدح وينو صار نقول شن تكيلو متيرة وحدي إن تو أفرتي هرفرو إنه شن تانا دعك دعو الله بلعبه كنتي وأهرو مر قبل كقصعدة وحكوا عن لها أنت تسكدك تان إن سياسة أو حبطة راي أن احترك بدل لهاي هرو مرك يأجيك بشر وحياء يبعناه أن كورش غينه.